بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نتجاوز إن شاء الله رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. كده حاليا بقى إن شاء الله نشتغل مع بعض عملي إن شاء الله كده، واللي إحنا قلناه إن شاء الله هنطبقه، ولو في أي خطأ إحنا بنقول المقدمة بتاعته ممكن إن شاء الله يتصلح وإحنا شغالين. إحنا قلنا هناخد وزن الأسمنت 360 جرام، هاوزن دلوقتي 360 جرام زي ما إحنا قلنا. كده ادي اول حاجه وزنتها، وزن عينه الاسمنت اللي انا هشتغلها وهي 360 جرام. احنا قلنا الاختبار ده هيتم على اي نوع اسمنت ايا كان، في ما عدا الاسمنت اللي هو سريع الشد، هو بيتسلط بسرعه. ده ادي وزن الاسمنت خلاص. بعد كده هوزن الميه، وهي الميه زي ما قلت او زي ما الكود بيقول، اسف، بيقول هاخد 180 ملي ميه، ويفضل تكون ميه مقطره يعني، بس لو ميه الشرب تنفع عادي مفيش اي مشكله. كده الميه دي وزنت كده 180 ملي ميه، كده موضوع الميه خلاص خلص من البدايه. وطبعا عندي عينه الرمل، احنا قلنا الرمل طبعا مستورد مش رمل مصري، يعني رمل قياسي طبعا جاي معتمد وكل حاجه. يبقى كده دي وزن بتاعتها ثابته اللي هي 1800 جرام. حتى لو تجيب الوزن كده هتعرف تجيب الرقم ده كده اهو بتاع صبعي، واضح كده 360، وادي رقم الكود بتاع المواصفه اللي هو حسب الكود. هفضل الرمل هنا في الـ في الـ في العلبه دي عشان احفظ. هيبقى كده انا عندي كميه الرمل بتاعتي والميه والاسمنت. الحاجه اللي عاملها دلوقتي ان انا لازم اسجل درجات الحراره بتاعه الثلاث حاجات اللي هخش معاهم الخلطه، واحاول ان تكون درجه الحراره ما تعديش ال 22. وانا كده كده الماتيريال دوت انا عن نفسي عشان احفظ الحراره هاخد درجة حرارة الماتيريال كله. يعني حرارة الرمل 21.2، يبقى انا اكتب السند 21.2، واخد درجة حرارة الاسمنت 20.4، يبقى السمنت 20.4، واخد حرارة المية الوتر 21.6. كده دول درجة الحرارة بتوع التلات الماتيريال بتوعه، وكده مش معادين 22. وانا زي ما قلت الماتيريال يكون 20 زائد او نص درجتين، يعني من 18 لغاية 22. والهدف من كده ان الانطلاقة بتاعت الانيشال بتاعي تكون في حدود ال 20، ما تبقاش اعلى من كده عشان يبداوا مع بعض. ما ينفعش ابدا ب 23 او 24، لان كده لما اجي اوصل للبيك بتاع الحراره واحنا عاملينها في الجهاز او الجهاز بيقرا، هيبقى في عندنا دروب وفي خطا. بالاضافه كمان ان المكان اللي شغال فيه لازم درجه الحراره تكون 20 زائد او ناقص نص درجه، وان شاء الله ممكن دلوقتي الحراره تكون باينه قدام عينينا واحنا شايفينها. طب نقيس بقى ايه بقى نعمل ايه؟ زي ما انا قلت قبل ما ابدا هجهز كل حاجتي. اول حاجه هاخد وزن الصندوق، يبقى وزن ويت اوف باج، واكتبه عليه. اكتب يبقى وزن العلبه فاضيه 144.7، هتكتب كده عليها الويت 144 جرام و7 من 10 او بالظبط 1.0. واسجلها عندي في الورقه عندي اهو 144 جرام و7 1 جرام. طيب انا هحط لها زي ما قلنا هحط لها 2 او 3 جرام زيت. احنا ده فيها حاجات بتنسى او بتحطش زيت، فانا هحط لها زيت يبقى كده وزنها 146.68، يبقى زائد الاويل 146.68. وقت طبعا التاريخ اللي انا شغال بيه، طبعا مش هكتب تاريخ عشان مش هظهره، ان احنا عشان يبقاش الاختبار اتعمل امتى ويبان ان هو قديم، فاحنا ايه هكتب تاريخ انا مش هعلن عنه التاريخ. وطبعا نوع الاسمنت اللي انا شغال بيه واللاب ريفرنس اللي انا شغال بيه،
انا عندي الاسمنت بديله رمز سي اي، او انت عندك في الشغل بتاعك بتديله اي رمز ايا كان، ده مجرد لاب ريفرنس خاص بيك في المعمل. فاحنا عندنا الاسمنت بنسميه سي اي، سي اي 200 ده، والتاريخ طبعا احنا كده بنجيب اي داتا خاصه بعين الاسمنت بتكتبها الرتبه، وممكن حتى تكتب اسم الشخص اللي عمل الاختبار كده. كل حاجه عندي جاهزه، هبتدي اخش في اهم مرحله وهي مرحله ان انا هخلط. بس قبل ما اخلط لازم تكون كل حاجه بتاعتي جاهزه. كل حاجه بتاعتي جاهزه ازاي؟ ان انا هظبط الجهاز اللي انا هشتغل فيه. انا عندي جهاز هنا ديجيتال يعني يعتبر حديث شويه، وهو ان انا الشركه بسعادة ان هي جايباه، طبعا مش خاص بيا ولا حاجه. فبوصل العينه اللي هي الريفرنس، وهوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. احطها مثلا وليكن، بس لازم القناه او الخط اللي انا حاطط فيه العينه الريفرنس القديمه اللي هي عدى عليها اكتر من 12 شهر، لازم احددها في انهي عين واكتبها في الداتا عندي عشان لما يجي نحسبها نقدر نعرف انهي واحده. يبقى احط اول واحده اللي هي العينه الريفرنس، وتاني واحده اللي هي العينه اللي احنا دلوقتي او الصندوق اللي احنا هنخلطه مع بعض، يبقى خليه رقم 2. وطبعا في عندي خط ثالث، هو الخط اللي هو بيقرا درجه الحراره اللي حوالين الجهاز او حراره الجو، هخليه مثلا وليكن في القناه او في الخط رقم 3. وطبعا القنوات ديت لازم احددها عندي في الورقه عشان لما اجي اسجل البيانات بتاعتي، لما اجي اسجل البيانات بتاعتي يبقى معروف ايه. يبقى انا هقول شان 1 او القناه الاولى دي او الخط الاول اللي هو العينه الريفرنس، وشان 2 العينه اللي انا خلطتها اللي انا العينه الاسمنت اللي بختبرها اللي هي اللي سميها مثلا او سميها اسم نيو، والشان او الخط رقم 3 اللي هي درجة حرارة الاير او درجة حرارة الجو اللي هي هتقراها، لان انا بدخل ثلاث حاجات. واخد بالي ان الجهاز المسافة ما بينه والمساعد القديم والمساعد اللي حاطين عليه جديدة ما يكونش قريبين في بعض، يكون في مسافة يمكن ما تقلش عن 15 سم او 12 سم زي ما الكل بيقول. دي حاجة. والحاجة الثانية ان احاول ما انقلهاش مكانها، وما يكونش فيها على حواليها مكان بيخلي تيار الهواء متحرك. يعني ما ينفعش افتح الشباك، ما ينفعش اخليه في وش التكييف، المهم لازم الهواء يكون ثابت، لان الكعب ده بيقرا لي درجه حراره الجو او درجه حراره المكان اللي عليه. بالمناسبه ديت انا عايز اقول فكره عن شكل الكالوريمتر ده من جوه. دي العينه او الازازه اللي فيها العينه اللي هي قلنا عليها عدى عليها اكثر من سنه اهي. ودي ممكن برضو تجيب شكل الازازه من جوه عامل ازاي. اهيت هي عامله زي الترمس العادي، مجرد عازل حراري بمحكم الغلق بتاعها. لو واضح بقى كويس، مش واضح ممكن نرسمها برضو على السبوره ونعملها. ودي طبعا فيها نفس الوضع 2 او 3 جرام زيت، والكيبل ده بيخش جواها بالشكل ده زي ما احنا قلنا، بيدخله كده. بس هدخلها بعد ما احطها. انت تاخد بالك وانت شايل دي عشان دي ما تفلتش منك جوه الازاز جوه الجهاز وتكسره، والجهاز ده طبعا غالي جدا. فانا بتحكم فيه او عن طريق السلك تعمل له حاجه زي الجنش كده بحيث يصطدمها، فانا بعرف اتحكم فيها. فعندي اليوم راحه، واحاول ان الازازه ما تكونش ملمسها الجناب بتاعه الجهاز نفسه، يكون في مسافه في حدود سنتي ما بين الازازه وما بين الصندوق او الصندوق المونة اللي انا حاطه. وطبعا اتاكد ان الكابل ده قياس الحراره جوه الفتحه بتاعه الصندوق، وابتدي اتاكد ان الجهاز بتاعي مقفول كويس وباحكام جامد، واقفله واقفله كويس جدا، واتاكد ان الدرايه بتاعته مسجله عندي هنا في الجهاز. هاجي بقى لاهم واحده، العينه اللي انا هخلطها دلوقتي، ما هنخلطها مع بعض ان شاء الله. اهي العينه اللي انا هشتغلها دلوقتي اهي فاضيه من جوه. هبتدي دلوقتي نخلط فيها العينه والصندوق صندوق المونه اللي احنا هنخلطه ونحطه جواها دلوقتي. فاللي هيحصل كده دلوقتي ان احنا هنخلط مع بعض. طبعا لازم اتاكد من درجه الحراره بتاعت الماتيريال كله كده، ان كل حاجه عندي جاهزه مفيش عندي مشكله، عشان ايه؟ احاول اكون سريع لغايه ما اخد اول قلايه ما بينها وما بين بدايه الخلط بتاعي، احاول انها ما تعديش اكتر من 6 دقائق باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال. فهنخلط مع بعض دلوقتي ان شاء الله. طبعا دي لازم تكون مترطبه من جوه، يعني حته قماشه كده تكون مترطبه ميه. وانسم مش هغرقها، هنسم البتاع بس مجرد ميه. يبقى اول حاجه زي ما نكون قايل احط الرمل، اول حاجه الرمل، وبعد كده
احط كميه الاسمنت كده، مش مشكله لغايه دلوقتي، وابتدي اخلطهم مع بعض لمده 30 ثانيه على السرعه البطيئه. وادي الاستوبوتش، طبعا مش هقعد 30 ثانيه، لكن ايه هنوقف ساعه الصبر. شكرا. اخلطهم مع بعض 30 ثانيه، 1 2 3. ممكن كميه الخلطه دي ازودها ولكن بنسب منها زي ما قلت هناخد 1575 جرام. اكيد طبعا فائدته ان انا بحطه عشان ايه مفيش المونه تقع بره، وعشان الميزان، عشان الوزن. احطها كده براحه كده. كده 1575 جرام كده خلصت العلبه كل حاجه، هبقى سعيد طبعا. وابتدي ادفعها كده، وابتدي انزل فيها طبعا الفويل او العمود اللي احنا قلنا عليه اللي هو من خلاله بناخد الحراره، وابتدي احكم. قفلها جامد جدا عشان اي تسريب، واللي هعمله طبعا ان انا هجري بيها واحطها في احطها في الجهاز في الازازه الثانيه اللي احنا قلنا عليها. طب الراحه على قد ما اقدر ما اخبطهاش، وتكون ايه ما تكونش لاتقه في الجناب بتاع الكالوريمتر، في مسافه بتاع سنتي بينه وبين الفيلم. وابتدي احط اوصل لها الكم بتاع الحراره الخاص بيها اهو. هسقط طبعا الكابل ده في وسط العمود اللي احنا شلناه مع بعض. هتاكد من دخل جوه، وابتدي اقفل دي واقفل الجهاز بتاعي. مفيش اي نفاذيه او اي حاجه تنفس ما بين الجهاز وبعضه، حتى المكان اللي فيه الكابل اقفله بحته ورق او حته سفنج او اي حاجه، والجهاز يبتدي اشغله ويبتدي يسجل الاليات. انا هاخد انيشال دلوقتي، فانا هاخد درجه حراره العينه الريفرنس اللي احنا قلنا اللي عدى عليها اكتر من سنه، جايبه كام؟ جايبه 20.3. العينه اللي هي اللي انا خلصتها دلوقتي مع بعض دلوقتي اللي لسه حراره عامله 20.8، يعني النتائج ما شاء الله. درجه حراره الجو اللي فيها عامله 20.7 المكان اللي انا شغال فيه ده. فطبعا زي ما قلت، وطبعا اسيب الجهاز دوت واعمل له ريكورد. واحنا زي ما قلنا هاخد انيشيا دلوقتي، وبعد كده هقرا اول قرايه مهمه بعد 30 دقيقه امتى تقريبا تتحس من وقت ما ضفت الميه للاسمنت والرب، واخد قرايات لمده ساعه كل ساعه، اسف لمده اول 24 ساعه هقيس كل ساعه، بعد كده في اليوم الثاني هقيس كل 4 ساعات، بعد كده هقيس كل 6 ساعات لغايه نهايه الاختبار. واحنا قلنا نهايه الاختبار زي ما الفول بيقول لمده 7 ايام. فانا هسيب الجهاز دلوقتي لمده 7 ايام، وهنيجي بعد 7 ايام ونشوف ايه اللي حصل فيه. بس هنستنى 7 ايام الاول ان شاء الله يسهل. دلوقتي احنا ايه عدى 7 ايام دلوقتي، وهناخد دلوقتي كل القرايات من الجهاز، ابتدي افصله. افصل. وطبعا ايه اعمل له ريكورد انه يخزن لي كل البيانات. كده الجهاز كل القرايات اللي هو اخذها خلال ال7 ايام متخزنه عندي على الجهاز، ان انا هوصل دوت على الكمبيوتر وعن طريق السوفت وير في اسطوانه معينه اللي خاصه بالجهاز. وانا زي ما قلت لحضراتكم ان الجهاز ده ممكن يختلف عن اي جهاز. انا كل اللي اخدته بس ان هو القرايه بتاعت الانيشال بتاعت النص ساعه، وبعد كده احنا ضابطين الجهاز على ساعه، وبعد كده هو بيبتدي يسجل كل القرايات. طبعا تطلع 50 قرايه 100 قرايه ايا كان. وطبعا بعد كده بعد ما خلصت الجهاز وكل حاجه، هبتدي بقى نقول فكره على اللي احنا قلناه ده كله. احنا قلنا طبعا هيوصل لحاجه يعمل لحاجه اسمها البي، ونحولها من السيليزي ونيجي لموضوع الحسابات. واحنا قلنا بس نرجع البي اس اي ان 196 الجزء التاسع او بارتيشن 9. وفي على فكره الكود الفرنساوي بنتكلم عليها اللي هو تقريبا ان اف بي 15 او 436 على ما اتذكر، ده اللي هو الكود الفرنسي بيتكلم عليه. احنا قلنا طبعا هيكتب بقى موضوع بقى الحراره ودمها ماشيه لغايه ما يوصل للبيك، ونشوف البيك دوت وصل عند قد ايه. يقعد يقرا بدايه من 30 دقيقه طبعا حتى
لمده 7 ايام. وطبعا السبع ايام بيقرا هو بالساعه، ما بيقراش باليوم، يعني مش يوم يومين ثلاثه، لا بيقرا بالساعه، ساعتين ثلاثه اربعه وهكذا لغايه ما يوصل يشوف البيك ده وصل لغايه فين. طبعا بحكم ان الحسابات بتاعته دي معقده جدا، وعشان احنا نحسب مع بعض كده ان شاء الله، ودي زائد دي على دي ودرجه حط الهواء والاوزان والكلام ده، عايزينها ديت فتره طويله جدا. فانا اللي هعمله ان شاء الله ان عندي معايا كود كمترجم وراجل مهندس محترم اتهمنا، ان شاء الله هصورها واخليها تحت الديسكربشن، هتلاقيها موجوده تحت ان شاء الله دلوقتي، ممكن تعملها داونلود وتقراها وتشوف الحساب بيتم. بكده اقدر اقول ان انا خلصت برضه الاختبار دوت اللي احنا بنعيده المره الثانيه، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات العاصمه والتربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.